سال شلون اقدر احسب للبينج مومنت دايجرام؟ استاذ يصير يعني دايجرام يعني يصير واحد بالاكس واحد بالواي. نعم يعني ايش اقول؟ هذا قد مقداره اف زد، هذا مومنت، مومنت واحد. المومنت الثاني اف واي ال، مو هيك شيء؟ ودول شنو يعني بالنهايه يعني من اصمم شلون اصمم بيهم؟ استاذ شوف مقدار، شوف مقدار الديفليكشن بكل محور. لا انتبهوا علي هسه، احنا اخذتوا لحد الان انتم، اذا انا عندي في الجزء ميكانيكي هذا دعتبة بيم علي اف وبي، الستريس الناتج من عندهم شو يساوي؟ عندي هنا اي وعندي اي، الستريس شو يساوي؟ صاد مومنت في الواي على اي. زين هذا اللي ناتج من المومنت. زين هذا البيندنج ستريس، اي راح يصير الاكسيال لود ينضاف لل شو اسمه للتنشن، يعني زائد ان بي على اي، زائد ان بي على اي، زائد ان بي على اي. ممتاز. ليش؟ لان دول من نفس الطبيعه، اثنيناتهم ستريسز باتجاه الاكس. مو بهذه الحاله شلون اسويها؟ يعني هسه بهذه الحاله لما انا عندي قوه باتجاه الزيت وقوه باتجاه الواي، وايضا افرض انا عندي تنشن، وايضا عندي اي، عندي اي اكس العفو اي واي واي زد، وعندي اي الاكوفلنت من دول الستريس شلون اكتبه؟ يعني هسه بهالحاله هذه السيجما بنت مال واي والسيجما بنت مال زد اثنيناتهم نزيدهم للبي، يعني البي تزيد للاف واي للسيجما واي وتزيد للسيجما زد. زين يعني انت قصدك هسه اني احسب المومنت، اقول مومنت واحد شو يساوي؟ اف واي في زد في ال، او لا اقول ستريس واحد شو يساوي لي؟ ام واي، يعني الاف واي في شنو؟ في L في Y. هو بالحقيقة مو في Y، أنا أقول في Z يعني على ال I Z، والستريس 2 جاي من F Z في Y على I Y. شون شون بابا؟ أستاذ مو بيها نقص بعد، لازم L تصير مومنت. نعم 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 بالضبط، L Z هنا عندي L Y Z. أنتم سهل تدوقكم، هي معناها M Y على I، يعني بنحسب الستريس M Y على I، وعندنا الستريس الثالث اللي هو P على A. مو هيك هسه هذول الستريس 3 ستريسز اللي موجودة على هذا الجزء الميكانيكي على هذه العتبة البيم؟ مدى صحة جمع ستريس واحد واثنين؟ ذولا صح نجمعهم؟ يعني ذولا نجمعهم نطرحهم شو نسويهم؟ الجمع مالتهم مو صحيح. استاذ ليه كل واحد بمحور معين يعني؟ كل واحد باتجاه. يعني أنا هسه مثلا هذول أطلع الإكوفلنت من عندهم وأجمع ويا من؟ ويا ستريس 3. شلون أجمع الإكوفلنت؟ أقدر أقول التالي. إحنا نقدر بسهولة إيش ناخذ؟ نقول إف X تربيع زائد العفو FY تربيع زائد FZ تربيع يساوي كذا.
واطلع من عندهم القوه المكافئه واحسب لها لوحدها ام واي على اي واجمعها ويا الستريس الثالث، او اقدر اطلع الستريس الاول والستريس الثاني اطلعهم تحت الجذر ايضا. واجمع ويا من؟ ويا اقول هو هذا ستريس اكس يعني. هذا اجمعه ويا ستريس الناتج من التنشن. واضح؟ لانه البندنج الاول والثاني يسوي انزلاق للطبقات لكن مو بنفس الاتجاه. هسه هذه اهم الامور اللي لازم تعرفوها قبل ان ندخل ماده التصاميم. يعني انت البندنج مومنت دايجرام هذه شغلتك انت المفروض تعرف لنا اياها، نقل القوى والعزوم انت المفروض تنقله تقول لنا، وبعد ايضا مدى تاثير القوى من عدمها، او هذا تورك لو مومنت انت تحدد القوى. لان احنا يعني بالحقيقه نجيب لك جزء ميكانيكي ونقول لك هل قد قوه تنشن او بندنج او قوه بهذه النقطه مائله عن الاكس والواي والزد، هل قد مقدارها مسلط عليه؟ أنت تنقلها وتفسرها إنه هذا تورك، هذا مومنت. شو أنا سنة هذا نقول لكم هسه مرة يصير PL1 مرة PL2، هذه شغلتكم المفروض. إذا نجي على الديزاين، design of machine elements، إحنا المفروض تبدي بأجزاء ميكانيكية متفرقة، بمعنى مرة شفت، مرة بليتة، مرة برغي، وهكذا ونمشي نتدرج الى ان تقوم الاجسام تتداخل. يعني مره يصير جير سيستم وبولي ومربوطه بشافت، وتصمم الجير الحاله وتصمم البولي وتصمم البيلت وتصمم الشافت. فهسه نبديها بالتدريج. التصميم شنو معناه؟ شنو فرق التصميم عن المقاومه؟ يعني انا اصمم جزء ميكانيكي لو ادرس المقاومات المواد، شنو الفرق بين الدرسين؟ المقاومة هي تقرير حالة، بمعنى أنا أشوف جد القوى اللي موجودة وأعرف تأثيرهم، أقول هل قد الستريس الناتج من هذه القوى. بالتصاميم لا، أنا أيضا أجد تأثير هذه القوى الموجودة وأحسب الستريس، لكن أحسب الستريس لأكثر من جزء، يعني أكثر من جزء وأكثر من مكان، وأعرف أكبر قوى وأحسن أبعاد لازم أصمم بها هذا الجسم حتى يقاوم ظروف العمل. ومن نبدأ بالتصميم لازم أدرك التالي: إحنا عندنا ديزاين أو تصميم بوجود ستاتيك لودز، قوى ثابتة ما بتتغير مع الزمن، اللي هو المفروض موضوع المحاضرة اليوم والمحاضرة المقبلة. وكو تصميم بوجود قوى متغيرة مع الزمن، يعني الفتيك. وأنتم ما درستوا الفتيك بالمقاومة مو صحيح؟ نعم استاذ. الفاريبل لودز ما ماخذيها انتم كدراسه سابقا، هم لها طريقه او تكنيك خاص لحسابها. فاذا نجي التصميم تحت تاثير القوى الثابته او الساكنه، ديزاين اندر ستاتيك لودز، انا عندي عده حالات. الاولى اذا كانت المواصفات للجزء الواحد مختلفه لكن مساحه المقطع ثابته، بمعنى هسه هذا اذا اريد احنا مثلا نعرف هذا الدي مالته احسن دي ايش قد مقداره، انا المفروض شنو نعطيكم؟ هذا اللود ايش قد؟ نعطيكم ال، نعطيكم الستريس ذراع، نعطيكم وايضا نعطيك ال، نعم بالضبط ال، ونعطيك اليود ستريس. حتى انت شو تقول؟ تقول والله انا الاجهاد اللي موجود عندي شو يساوي لي؟ ام واي على اي مو هيجي، وهنا راح يبقى مخفي عندك هو الدي، يعني بهذه المعادله مجهول لك هو الدي تساوي المانيليال ستريس حسب واحده من النظريات طبعا. يعني اذا قايل لك على البرنسبل ستريس، لو قايل لك على الماكسيمم شير ستريس مو هيجي، لو على البرنسبل يعني فون مايسز، وتحسب لنا مقدار الدي. هسه هذا شنو لو كان مساحه المقطع هي واحده والمواصفة الميكانيكية واحدة؟ لكن لو نجي هذا الجزء
مؤلف من معدنين، يعني هذا إلي يلد شكل واحد، وهنا عندنا سيجما يلد اثنين. هنا شلون أبدو بالتصميم؟ لازم أحلل المنطقة الأولى، أقسم الموضوع إلى منطقتين، منطقة أولى ومنطقة ثانية. أرسم هذه مومنت خاص بها، وأرسم هذه مومنت خاص بها. مو صحيح؟ هذه المعادلة أطبقها للجزء الأول وأستخدم ستريس يلد 1، ونفسها أستخدمها للجزء الثاني ومنها راح أحسب هنا دي 1 وهنا دي 2 ونشوف الأكبر. فش ناخذ؟ ناخذ أكبر دايمنشن، يعني هنا قرار تصميمي، اللي قبلها هي تقرير حالة. هنا صحيح هذا يسموه قرار تصميمي، بمعنى أنت تفحص من اللي يقاوم، يعني تأخذ المقطع والجزئ أكثر من جزء، وبعد ذلك تحسب، تقول إذا أنا هسه لو أحسب أصمم على أساس المواصفة الميكانيكية للجزء الأول، أحسب الديامتر قد راح يطلع، وبعد ذلك أتناول الجزء الثاني وأيضا أطبق عليه المعادلة العامة إذا كانت شير ماكسيموم شير ستريس ثيوري فون مايسيز ماكسيموم برينسيبل ستريس ثيوري، أيضا أطبقها بمواصفاتها وأحسب الدي وأشوف أي نصف قطر هو الأكبر ديش الساعة أمشي عليه. وهذا يعني نوع من أنواع التصميم، بمعنى أنه الكروس سكشنال أريا هي ثابتة، لكن المواصفة الميكانيكية للأجزاء المتداخلة أو لتشكل الجزء الميكانيكي مختلفة. إذن أنا لازم أفحص يم كل جزء ميكانيكي على مواصفات الميكانيكية وبعدين أختار الأبعاد الأفضل. الحالة الثانية هسا الحالة الأولى هذه يقول الكروس سكشنال أريا ثابتة لكن المواصفة الميكانيكية مختلفة. الحالة الثانية بالحقيقة الكروس سكشنال أريا هي المختلفة. شون نجعل لها الجزء الميكانيكي هذا؟ هذا كأنه أرميتشر مع الماطور، مو هيك شيء؟ يعني هذا شكله. هذا شكله. معروضة قدامكم الصورة؟ هذا الشكل مالته. لو تلاحظون نبدأ هنا بكروس سكشنال أريا مختلفة، بعد ذلك تبدأ تتغير، مع العلم هي نفس المواصفة الميكانيكية. فالمفروض احنا وين نصمم؟ نصمم لهذا الجزء، الجزء الأول، وبعد ذلك نصمم للجزء الثاني باستخدام مرة هنا هذه الأبعاد، وبعد ذلك الأبعاد المقطع الثاني، وأيضا نفحص نشوف أي نصف قطر أكبر هو اللي أستخدمه أو أقل قوة مستخدمة أنا يعني أعتمدها بالتصميم. بس دقيقة بابا دقيقة. فالحالة الثانية إذا كان مساحة المقطع هي اللي متغيرة، فنجي نحسب هنا تصميم ونرسم bending moment diagram، ونجي هنا تصميم ونحسب أيضا، يعني هنا مرة نحسب bending moment diagram ونحسب stresses، وهنا مرة نحسب bending moment diagram ونحسب stresses، ونشوف أقل قوى أو أفضل أبعاد نقدر نستخدمها بالتصميم. الحالة الثالثة إذا اندمج عندي، يعني هنا أنا مثلا المواصفة شكل وهنا موجودة شكل، فهنا الموضوع راح يكون شوية أكثر لمثي، يعني نستخدم هنا أبعاد ومواصفات مختلفة وهنا أبعاد ومواصفات مختلفة، لكن هو يبقى نفس البروسيجر بالنسبة للتحليل. هسه هذه فكرة التصميم، فكرة التصميم
أنا أجي أشوف وين المقطع، وين ده يتغير عندي مساحة المقطع، وين ده تتغير. يعني كل تغيير لازم أنا أجري حساباتي الخاصة، وبعد لازم أعرف أنواع القوى اللي موجودة في هذا المقطع. عندي بيندينج، عندي تورك، عندي مومنت، حتى استخدمها طبقها بوحدة من نظريات التحليل الثلاثة، الفون مايسيز. هسه هذا بابا كلام، إحنا الآن راح نطبقه، راح يعني نستخدمه هاندرسن، راح نحله. ظل عندنا موضوع إضافي اللي هو ستريس كونستريشن فاكتور. شوفوا هذا الجزء اللي أمامكم. هسه هذه المفروض فت صفيحة بليت وتعرض إلى تنشن. لو نجيب هسه هالبليت هذه ونعرضها إلى تنشن، وبالنسبة للصفيحة اللي جواها المثقوبة وتعرض إلى تنشن، هنا راح يصير بالصفيحة الأولى مقدار السترس ثابت اللي هو جد مقدار تنشن P على A على طول الكروس سكشن. أما بالنسبة للصفيحة المثقوبة فلو نلاحظ أنه السترس يكون متغير، أقل قيمة تكون بالسطح وأعلى قيمة شو تكون بجوار هذا الثقب. الصفيحة اللي بعدها هي صفيحة مثقوبة من الجزء الأعلى ومن الجزء الأسفل ومعرضة إلى تنشن. أيضا المفروض يصير المجال أو المدى أو التوزيع مال التنشن ستريس على قد على عرض البليتة المفروض متغير. أعلى قيمة تصير قرب من قرب الثقوب والفتحات والشقوق. ومن هنا يجي تعريف الستريس كونسنتريشن فاكتور. الستريس كونسنتريشن هي مناطق تركيز إجهادات مرتفعة جدا. يعني احنا اذا نجي ليش نتيجة لوجود التغير المفاجئ بمساحة المقطع العرضي. يعني انا لو هسه عندي بليتة هذا شكلها او اي جزء ميكانيكي، يعني خلينا نقول شافت بار معرضة الى قوة شد، لو نجي نقطعها منها فالسترس شو نلاحظه؟ السترس بهذه المنطقة، بهذه المنطقة شقد مقداره؟ P على A. لكن لو اكو هنا ثقب ونجي نقطع راح نروح نشوف اكو توزيع مختلف للسترس. اعلى قيمة وين تصير تضاعف؟ قرب وجود الثقوب والفتحات والتغير المفاجئ المقطع. لو تلاحظ هنا السترس ماكزيما وهنا سترس مينيمم. فالسترس كونسنتريشن فاكتور اي مناطق تعاني من تغير مفاجئ بمساحة المقطع العرضي. يعني شلون هسه الجزء هذا، شوف هذا الشفت مكون نسموه هذا ستيب شفت، انتم اخذتوه هذا بالورشه درستوا بالورشه استاذ بالاول، انتم اخذتوها بس المرحله الاولى لو اول وثاني اخذتوا الورشه استاذ المرحله الاولى بس، الثانيه اخذنا مختبرات ميكانيكيه. زين بالورشه بالمرحله الاولى ايش اخذتوا؟ هم صنعتوا بالمخرطه شفت او صنعوا قدامكم هذا الستيب شفت؟ لا استاذ بس شفنا شلون يشتغل يعني بس ما صنعنا شيء. زين هم سووا قدامكم لو بس يشرحوا لكم بدون تصنيع؟ بدون تصنيع استاذ. زين هذا يسموه ستيب شفت. ستيب يعني متغير، يعني مقطع صغير ومقطع اكبر، هذا المقطع الاصغر وهذا المقطع الاكبر. هذا بالتصميم جدا اساسي عندنا، يعني مو بكيف احنا لازم نصمم الأعمدة الدوارة بهالطريقة هذه، لازم أكو تغير مساحة المقطع. فهسه هذه المنطقة لو تشوف تجي تحسبها مثلا جد السترس بيها مو ام واي على اي المنطقة الأولى،
اي نعم ام واي على اي. وللمنطقه الثانيه ام واي على اي، تجي تحسبها نظريا يعني ما يرادلها نظريا، وتشوفها مثلا 100 نيوتن 200 نيوتن جد يطلع لك على متر تربيع. من تجي تثبت سترين جيج او تفحص عمليا تشوف ايش قد الاجهاد دا يصير هنا، تجد هذه المنطقه هذه يكون بها ستريس اعلى من هذه المنطقه واعلى من هذه المنطقه عمليا، يعني من نفحصها بواحده من طرق التحليل العملي اللي انتم ما دارسيها بعد باب لحد الان شويه، يعني هي مو من برامج الدراسات الاوليه. لاحظ انه هذه المنطقه اللي هي منطقه الجوينت او الوصله بين المقطعين الاكبر والاصغر تكون مقدار بها السترس أعلى ما يمكن. يعني مثلا لو كان هنا السترس شقد مقداره 100 مثلا، نظريا أنت تحسبه 100 تلقيه هنا شقد 150 بالعملي مضروب في مرة ونص. فهذه most sudden change in cross-sectional area، التغير المفاجئ في مساحة المقطع العرضي يؤدي إلى تضخم أو تزايد أو تعظيم قيمة الإجهادات. ولهذا الفشل نعم الفشل يبدي من الجوينت، اول مكان يفشل به هو الجوينت. نعم، وهاي وين موجوده هسه؟ شوف خلي اقول لكم فد شيء. انا هسه لو عندي بليته وهنا أنا مثلا موجود بها فد تدرج، طبعا وهنا نخلي قوة، منين تتوقع راح يصير الفشل؟ هسه واحد المفروض شو يفكر بها؟ يقول منها اللي جاء، لأن أنا أطول ذراع يعني أيم المومنت أكبر ما يمكن بهاي النقطة، لأن أطول ذراع هنا موجود، هنا الذراع أقصر. لكن بالحقيقة منها راح يصير عندنا الكسر هنا في هذه المنطقة. ليش؟ هنا أكو تغير مفاجئ مساحة المقطع، والسترس هنا ده يضاعف في هذه المنطقة، الستريس ده يضاعف. يعني إذا كان هنا مثل هنا تحسب 100 وهنا 80، هنا راح تفاجئ تلقي مثلا 170 180 200 حسب طبيعة التحميل. طبعا هذا الستريس كونسنتريشن فاكتور، احنا وين يدخل عندنا بالتصميم؟ يجي يدخل عندنا بالتصميم كالتالي. الكي تي اللي هو ستريس كونسنتريشن فاكتور، القانون مالته يساوي السيجما ماكسيمم، الماكسيمم ستريس على سيجما نومينال. النومينال شنو معناه؟ معناه الانجينيرينج المجرد النظري اللي انا احسبه منين اذا هو تنشن بي على اي واذا هو بيندينج ام واي على اي واذا هو شير جاي من تورشن تي ار على جي. يعني هذا نحسبه بحسابنا النظري الاعتيادي التحليل البسيط. أما الكي تي، فالكي تي نأخذها من الجداول. أنا نزلت لكم البارحة جداول للكي تي اللي هي شو تكون؟ تكون لمختلف حالات التحميل وكالتالي. مثلا إذا أنا جهزت هذه بليتة ومعرضة إلى قوة شد، البليتة شقد الارتفاع مالتها أو العرض؟ العرض هذا هو W الوتر، وهذه الهول الانترنال هول هذه الثقب الداخلي القطر مالته دي، وانا عندي حاله تحميل وعندي فد مساله تصميميه. طبعا هنا المساله التصميميه مباشره انا وين المفروض هسه هنا اصمم؟ يعني بهذا المقطع، بهذا المقطع، هنا هنا وين اصمم؟ التصميم يصير يم اضعف منطقه. يعني وين يصير عندي تغير مفاجئ بالمقطع؟ اجي ابدي هنا اصمم. فش أقول؟ الستريس نومينال شو تساوي؟ البي على أي، وهي هذا البي. زين الأي شقد مقدارها الأي؟ طبعا أنا هنا بالفرض عندي تي ثيكنس. الدبليو ناقصا تي. أها أحسنت. فالبي إيش راح تصير؟ هذه مو المفروض التي في الدبليو، هي تصير التي في الدبليو ناقص دي. ناقص دي. هذا السيجما نومينال حسبته. يعني هاي بالمسألة نظرية ما لها علاقة هنا بالكيرف.
بالكيرفات. زين الماكسيموم ستريس ايش قد مقدار اقدر اعرفه؟ يعني هسه انا راح ادعي لو هذا كان مقدارها 100 نيوتن مثلا، لو هذا هنا 50 وهذا 10 وهذا 100 وهذا 1، فايش راح تصير؟ 100 على 40 وتساوي 2.5، مو صحيح؟ مية على العرض واحد ثيكنس، العرض 50 ناقصا 10 40، مية على 40 طلع 2.5. هسه هذا يسمونه نومينال، نظريا يعني احنا حسبنا المسألة نظريا طلعت عندنا قيمة الستريس المفروض يساوي 2.5. عمليا الجيد يطلع يعني بالحقيقة نتيجة هذا التغير المفاجئ بالمقطع، تشوفون هذا الكيرف اللي موجود أمامكم، هذا يخص البليت في حالة تنشن وهي بها سنترال هول. شو نلاحظ؟ نلاحظ المحور الأفقي هو عبارة عن D على W، النسبة بين الثقب على عرض البليت. هسا احنا جيد هنا خليناها 0.2، مو لو أنا غلطان 10 على 50 يطلع 0.2، أجي يم البوينت 2 هذه جد هنا قيمة الكي تي 2.5 فاكتر. نعم 2.5 تقريبا، ممتاز. يعني هسه ناطلع عندنا الكي تي لهذه المسألة مالتها 2.5، إذن الماكسيمم ستريس شو تساوي؟ الكي تي في سيجما نومينال اللي أنا أحسبه من معادلاتي ويساوي 2.5 في 2.5، مو هيجي يطلع 6.25. يعني شوف نظريا ايش يطلع حسب قيمة الستريس عندنا 2.5، لكن عمليا يطلع 6.25. إذا نجي بابا أنتم تسمعوني، يعني ما أحسكم أنتم منتبهين ولا أجل أصلا أكو طالبة ما موجودين. نعم أستاذ، وياك دكتور. نعم العباس موجود، العباس أثير وياك دكتور، سين سين ثامر. نعم وياك دكتور. أي بابا موجودين دكتور. نعم دكتور. زين زين عندنا أيضا إذا كانت هي نفسها بابا همين هذه بليت صفيحة لكن ما معدة أنه تحمل، يعني في ظروف العمل ما بيها تنشن بيها بيندينج، لتشوفوها لهذه فأيضا المفروض أنا أروح أحسب البيندينج ستريس. وين أجي أحسب البيندينج ستريس؟ هسه داريد أشتغل الحساب يصير يم المناطق اللي بيها بالأصل ماكزيمان أو اللي تعاني من تغير مفاجئ بالمقطع. يعني أنا لو عندي بليتة بهالشكل هذا وعندي هنا بيها ثقب وهنا ثقب وهنا رياكشنز وهنا أنا عندي بي، هسا شوفوا ابتداء لو هي ما بيها ثقوب وين الماكسيمم بيندينج ستريس يصير لو هي ما بيها ثقوب؟ استاذ بنص يعني أما أو ها هنا بالنص صح، إذا هي ما بيها إذا ما بيها إذا ما بيها، يعني إذا الماكسيمم بيندينج ستريس هي نقطة تصميمية أنا لازم أروح أفحصها، لازم أصمم يمها. هذا واحد، يعني لازم أحسب M Y على I للماكسيمم اللي بهذه النقطة وأروح بعدين أستخدمها مثل أساويها لليلد أساويها، يعني وين أستخدمها؟ بوحدة من نظريات التصميم الثلاثة أو الأربعة حتى أحسب الأبعاد. بعد ذلك أقول أنا أيضا هنا عندي تغير مفاجئ بالمقطع، مو صحيح؟ هنا فهنا همين أجي أحسب البيندينج ستريس وضربه بالكي تي اللي أنا المفروض منه أحسبه، هنا عندي تغير مفاجئ بالمقطع وأشوف الستريس أكبر. يعني مثلا إذا هنا نطلع الستريس 3 وهنا 4 أنا أصلا على 4، يعني قصدي بابا أنا المفروض عندي بالأصل أجي أجيب العينة أفحصها كأنه هي ما بها عيوب، وين الماكسيمم بيندينج ستريس من عندها يطلع، وين الماكسيمم تورشن، وين الماكسيمم،
بعدين اجي احسب المناطق اللي يصير بها تغير مفاجئ بالمقطع، وابدا اشوف وين اعلى ستريس بالماكسيمم لو يم التغير المفاجئ. الاعلى هو اللي راح انا استخدمه بالتصاميم مالتي. هسه هذا موضوع احنا بابا نستخدمه بالتطبيق، هو الان شرح توضيحي فقط. هسه قلنا احنا اذا عندنا في حاله صفيحه ايضا بها سنترال هول ومعرضه الى حنايه، لو تلاحظون شوي الكيرفات اختلفت. يعني لو كانت في حاله شيد، انا كل اللي موجود عندي في حاله الشيد شنو؟ كيرف واحد، وما احتاج غير الدي على دبليو، القطر مال السنترال هون على عرض البليته نفسها. اما اذا كان عندي حنايه فالمفروض بالحقيقه عندي اخذ معيارين، الاول هو دي على دبليو. والثاني الدي على الثيكنس، يعني دي على تي تقدرون تقولون. زين دكتوركم هاي الانفينيتي شنو معناها؟ شنو يعني قصدك انفينيتي؟ هي بالكيرفات بالتسلسل ربع يعني ها هسه راح اضرب هو بغ ماكو انفينيتي بس راح اضرب لك شنو معناها. هذا الثيكنس صغير جدا، هاي التي صغيره جدا. يعني شنو قصدي؟ باع علي اخذها هسه احنا شايفين بليت السيارات باب ايش قد الجيج مالته مليمتر مو صحيح؟ السيارة هاي البدل مالتها القشر هاي الكاونترات مليمتر، بس اكو موجود 0.1 مليمتر لو ماكو اجزاء اجزاء ميكانيكية 0.1 مليمتر. فش راح تلقي؟ شوف علي انتبه، راح تلقي الدياميتر مالت الهول مثلا هسه هذا فجزء كبير بليته كلش صفيحة كبيرة، الدي مثلا ايش قد تلقى 30 سنتيمتر والتي 1 مليمتر. قسمها بابا ايش قد راح يصير عندك هسه الدي على التي؟ ايش رقم كبير جدا. يعني هنا هذا الرقم مو 2، يعني هذا الدي على التي مو 2، وانما تقوم تبتعد تقترب اللي جاي. فهمتني لو ما فهمتني؟ وصلت وصلت دكتور. اي وهذا الانفينيتي فشي رمزي شنو معناه؟ انتبهوا علي، هو هل من المعقول المسافه بين الواحد والاثنين هلقد مو صحيح هاي المسافه بيناتهم، وبين الاثنين للانفينيتي هذه هي نفسها هذه نفس المسافه؟ لا مو معقول. لكن شنو معناه؟ معناه انت من توصل رقم اكبر من الاثنين بعد مهما تتغير الابعاد هو تقريبا تقريبا ما راح يصير اقل من 1.4 تقريبا. يعني يعني بعد تكون يعني شو نقول عليها useless. انت من تقوم تحسب الارقام ايش تلقيها؟ تلقيها 1.4 1.4 و1 بال10000 1.4 و1 2 بال10000. فهمتوني؟ تقوم الارقام ما تتغير، تغير محسوس يغير على مقدار القراءات. فيقول لك انت مثل منا اللي جاي من تعبر الاثنين هاي النسبه، من تعبر الاثنين 2.5 3 4 تقريبا هنا تقوم تشتغل بها تحصل الارقام هنا. يعني تقريبا تكون التغير بها طفيف جدا، هي اعشار بعد الفاصله ما تاثر عندنا بالحساب. وبعض الامر اخر هسه انا لحد الان جدا اقول لكم حالات، مثل اذا انا عندي بليته وفي حاله شيد لازم انت تعرف منين تختار الكي تي حتى تستخدمه بالحساب، وإذا أنا عندي بليتة في حالة حناية أيضا لازم تعرف منين تختار الكي تي، تقول هذا الكيس مالتي وأنا أشتغل على هذا الكيرف. لكن ظل عندنا أمر مهم، يعني أنا الآن لو كان عندي الدي على إتش جد يساوي مثلا 1.5 شنو اللي أسويه؟ يعني أنا مثلا هنا أجيت عرفت أنه 0.2 عندي وراح أصعد، لكن المقدار محصور بين الواحد والواحد ونص، شو أسوي هنا؟ يعني هو تقدرون بكيفكم باع علي. مثلا جيت طلع عندك المقدار هسه هذا هو الواحد وهذا الاثنين، اذا 1.5 الناتج للمنطقه بالنص ماكو وجرها، واضح لو ما واضح؟ قصدي باب شلون انتربوليشن تسوي بيناتهم، تقدرها تقدير. اذا مثلا صاير ربع 1.75 وجر خط وتعرف ان الكي تي، يعني قصدي مو بالضروره يطلع الكي تي على الكيرفات الاساسيه مباشره المرسومه، قد يكون بيناتهم. فوظيفه الطالب هو يستقرأها،
يعرفوا لنا بالضبط ايش قد عندك الدي على دبليو وجد عندك الدي على اتش او الدي على الثكنس وتجي توفق بيناتهم. اذا صايره على الكيرفات تجر خط افقي وتاخذها منها مباشره، واذا كانت بيناتهم ايضا انت تسوي انتربوليشن وتاخذها. هسه الحاله الثالثه، هسه هذه الحاله الثالثه ايضا شد للصفيحه، لكن الهولز مو سنترال يعني مو موجوده بالمنتصف، وانما وين موجوده؟ موجوده بالطرف طرفيه يعني، همي نفس الحاله ايضا المفروض عندك الدبليو على دي وعندك الار على الدي، وتبدي بالتدريج تستخدم هذا الجدول. يعني شوف بابا هو ده يغطي اغلب المسائل، لكن قد يكون هناك مسائل هي الان هنا ما متناوليها، اللي هي مثل ايش مثلا؟ مثلا لو هذه الهولز مو على الطرفين موجوده بس بطرف واحد، شلون يصير عندنا التحليل؟ المساله شلون تتحول؟ هذه هم المفروض نوفرها لكم كجداول، او احنا ما نطلبها من عندكم، لكن يجب ان تعرف لها بجداول ايضا. يعني مو هاي مو كل الجداول اللي معروضه الان امامكم. نجي على اذا كانت ستيب شيفت، هسه هذه بابا مو صفيحه، هذه مو بليتا مو صفيحه، يعني هذه مو هذا شكلها، لا هذا شفت، فاذا كان له شد ايضا متعرض الى حناية، انا المفروض اعرف هنا ايش قد قيمه الكي تي بهذا المقدار، عليه من تعتمد. لازم عندي الار على الدي، والار مالت من الار هنا للفلت، هذا الفلت جدا مهمه عندي، هذه الفلت ايش قد الراديوس مالت الفلت، اقسمه على الدي اللي هو المينيمم دياميتر، مثلا طلع لي 0.1 ابدي اجر خط اقاطعه ويا من نقول الدياميتر ريشيو، اكبر دياميتر على اصغر دياميتر. شوف يا كيرف يطلع لي هذا هذا هذا، اقاطعه وايضا احصل الكي تي. هذا شنو لو كان هذا الستيب شيفت في حاله تنشن؟ اذا كان في حاله نعم السؤال اذا عندنا مثلا الار، قيمه الار دي فوق بهذا الكيرف كلش كبيره، يعني مثلا يكون مصير عندنا سدن تشينج، يصير عندنا يعني تدرج بالتغيير مالته، نعم نستخدم هذني الجداول لو غير جداول عندنا؟ لا بس با علي انت ايش قد تقصد يعني كلش كبيره؟ شنو المغزى من العباره يعني ايش قد مثلا؟ يعني ما يصير عندنا من الدي كابيتال للدي سمول فرق كلش كبير، يعني تكون شوف با علي للفلت بس. احمد انت مو احمد يحكي وياه؟ اي نعم استاذ. اي للفلت لها اصول من ترسموها انتم الان، مو تشتغلون بالرسم الهندسي؟ نعم الفلت ترسموها بالرسم الهندسي. شوف يعني هندسيا هسه راح ارسم لك الجزء هذا الجزء. هسه اكبر فلت هنا اقدر استخدمه ايش قد مقداره؟ هذا نصف القطر مالته، والا ما يصير فلت. بمعنى انا هسه اقدر هذه هيك اجرها لك صح؟ مو هيك قصدك؟ اي نعم هو هذا هيك قصدك. اي بابا هذا ما يسموه فلت، يعني الان احنا بالديزاين بالتصاميم الاجزاء الميكانيكيه ما تصنع بهذه الطريقه. هو كرسم من الممكن احنا نرسم بهالطريقه، يعني الان من الممكن انا ارسم هيك، بس هذا مو فلت. انتم تدرسون بالتصاميم او بالرسم الهندسي، الفلت لازم يغطي فد منطقة صغيرة جدا ما يضرب البروفايل مال القطعتين، ولا هذا ما صار شفت منتظم وهذا ما صار شفت منتظم. احنا من نصنع يعني انت من تقول هذا هيجي جاي راح يصير كأنه كون مو هيك، او يعني مو صحيح لو انا غلطان، فجزء من مخروط راح يصير. احنا ما نصنع الاجزاء الميكانيكية الا منتظمة الا لاغراض خاصة ودقيقة جدا. فاحنا على قد درس التصاميم او الاندر جراجويت لا، احنا ناخذها فلت نورمال تكون صغيره المقدار وعلى ممتده على مساحه صغيره، يعني مثلا ما تعبر هاي المنطقه، ما تعبر اللي جاي تجي من ناحيه المده. واضحه؟ اي نعم. اي فاحنا الحد يعني ظروف العمل اللي موجوده الان عندنا بتصميم الاجزاء الميكانيكيه للمحركات بشكل اساسي تخضع لهذه المعايير.
يعني مثلا تلقى دي على دي صعب يقوم يبتعد يطلع الواحد ونص، صعب يعني. ليش؟ يكون هذا ضعيف جدا. إذا عبرها مثلا خليها 3-4-5 يصير هذا صغير، وهذا شنو هيك صاير ماكو. احنا ما نصنع أجزاء ميكانيكية بهالطريقة. هسه إن شاء الله تدرسون شنو معنى توليرانس، شنو معنى يعني هذه السماحات لوين موجودة عندكم تصاميم الماكينات. اللي بعدها أيضا عندي في حالة حناية، هسه مو قلنا، قلنا الأولى في حالة شد، الثانية استبشفت في حالة حناية، وأيضا مهم جدا عندي الفلت راديوس، وعندي ديوان يعني المينيمم دياميتر والماكسيمم دياميتر، وأيضا من عتها نقوم نبدأ نختار بالستريس كونستريشن فاكتور. هسه بشكل عام شنو الفرق هسه بين هذا الكيرف، انتبهوا علي، هذا اللي هو تورك، وهذا اللي هو مومنت. استاذ يعني بس حاله التحميل بابا هو نفس ابو المومنت، يعتبر شو اسمه كبيم، والثاني يعتبر كشاف. بالضبط، يعني انا اجيب جزء ميكانيكي متعرض للتورشن لو هي نفس الحاله بيها تورشن وبندنج، شو اسوي؟ هو نفس الستيب شيفت بتورشن وبندنج، شو اسوي؟ يجمع التأثيرات مال الاثنين. لا هسه هو صح نجمعهم، بس شلون نجمعهم؟ مو بطريقه مباشره، بمعنى مو انا راح اسيب بندنج ستريس الحاله وشير ستريس الحاله وادخلهم مثلا بالماكسيمم شير ستريس ثيوري مثلا، يعني اقول البرنسبل ستريس الاول ناقص البرنسبل ستريس الثالث، مو هيك شيء. تلقى البندنج ستريس ينضرب بالكيتي الناتج من هذا الكيرف، والتورشن او الشير ستريس ينضرب بالكيتي اللي يخرج من هذا الكيرف. فهمتوني؟ يعني الكيتي وين اكو ستريس خاص بي ينضرب بي. فبالحقيقه حناخذ تاثير الاثنين بس مو مباشر، يعني ناخذه بكل واحد، مو نحسب احنا البندنج ستريس نضربه بالكيتي الناتج من البندنج، ونحسب الشير ونضربه بالكيتي مال الشير، وبعدين هاي النتائج راح استخدمها بنظريات الفشل. هذه حالات مختلفة يعني الأحمال، مثل هسه هذا الشافت وبي ثقب، هم يعني يقول لك إذا كان بيندينج وإذا تورشن، وهذه أهم الجداول. هسه مثل هذا الشافت وبي حز خارج بالمحيط، حز كأنه يبعد بي قايش، كأنه يبعد بي، فهمتوني؟ أو السيل، السيل مو مرات بابا يخلون سيل واشر قفل، هذه الحالات المختلفة للكيتي. العفو، أنا أشرت للشكل الثاني، أشرت إلى يعني الأول هذا الثاني، قلت لكم هذا بيم، لا هاي بليتة بالحقيقة صفيحة ركتانجولر، هذه هسه قايل عليها تنشن وسمبل. عموما كل جدول انتبهوا عليه بابا، كل جدول هذا الاسم مالته. هسه واضح عندكم شنو ستريس كونستريشن؟ هو تغير مفاجئ، يعني هو زيادة في قيمة الإجهادات عند مناطق التغير المفاجئ بمساحة المقطع، هو زيادة بقيم الإجهاد نتيجة حدوث تغير مفاجئ بمساحة المقطع. جيد قيمته هذا التضخيم التعظيم، يعني جيد قيمته أحسب الإجهاد الهندسي النومينال ستريسز وأضربها بالكيتي، وهذا الكيتي منين أخذها؟ أخذها من هذه الجداول المختلفة. يعني المفروض بعد وين ما يصير عندي تغير مفاجئ بالمقطع أروح أحلل التحليل الهندسي، احسب القيم، وبعدين اخذ الكيتي من هذه الجداول واضربه بالقيم النظريه حتى يصير عندما يعرف بالوركينج ستريسز او الماكسيمم ستريسز، يقول هي هاي الاجهادات الحقيقيه. هسه عندي فد مساله بسيطه تخص، احنا مو قلنا لي قدام قلت لكم انا عندي حالات مختلفة يعني لهذه المسائل. الاولى اذا كان انا عندي الجزء الميكانيكي ما بيتغير مفاجئ بالمقطع، لكن ايش عندي بي؟ عندي بي مواصفات ميكانيكية مختلفة. والجزء الثاني اذا كان عندي لا اكو تغير مفاجئ بالمقطع مع ثبات المواصفات الميكانيكية، والحالة الثالثة اللي تجمع الاثنين. فس احنا عندنا هالشكل هذا.
اسوي هنا رسم هندسي وانا بكيفي بابا انا ده ارسم يعني هذا هسه لو تلاحظون طبعا هذا السؤال هو المفروض هسه انا هنا اعطيكم اياه شوفوا يعني فمسألة من مسائل التصميم ده يقول هسه هذا برغي والبرغي مثبت يعني بهذه الصفيحة وراح يتعرض إلى قوة جذب نحو الأسفل مو صحيح؟ يعني فالحمل فيحاول يسحبه نحو الأسفل ومنطينا طبعا المواصفات ده يقول لنا مثلا اليلد ستريس مقداره منطينا إياه البيرنج تعرفوا بابا شنو البيرنج ستريس انتم؟ داسي البيرنج ستريس يستاد اللي هو يعني مقطع دين ثقب يعني جزء يضغط على جزء صح جزء ميكانيكي مواصفات مختلفة يضغط على جزء ميكانيكي مواصفات مختلفة مواصفات أخرى عموما المسألة شنو هسه خلي هنا أنا أكتبها لكم فد حتى يعني أنا هنا عندي برغي بولت معرض إلى قوة شد مقدارها P طبعا القطر الخارجي إلى شد مقداره 60 مليمتر وش عندي عندي هذا القطر هنا 40 مليمتر وش عندي عندي الرأس مالت البرغي جيت هذه الثكنه 11 مليمتر وعندي السمك مال هذا البليته 6 مليمتر وش منطيني سيجما يلد شو تساوي منطيني 70 هذا إلما للبولت وش منطيني السيجما بيرينج شو تساوي 112 ومنطيني أيضا التاو يساوي 42 نيوتن على شوفوا بابا هذه الصفيحة والبرغي مصنعة من نفس المعدن ولو قايل من معادن مختلفة لازم مرة أشتغل كل الشغل على قد هذه الصفيحة ومرة نفس التحليل أستخدمه على البرغي يعني مثلا إذا أريد أستخدم الشير أستخدم هذا المعامل مثل مال الصفيحة لما نحلل على الصفيحة واستخدم الشير مالت البرغي إذا أريد أصنن على البرغي لكن هو الآن إيش منطيني الشير للقطعتين نفس الشير يعني هذا الشير هو للبولت وللبليت والمطلوب الآن من عندي أحسب أحسن قيمة للبليت أنتم في رأيكم الآن وين شلون راح يصير الفشل يعني منو يقدر ينطيني فد مود معين من الفشل يعني وين راح يصير كسر وين راح يصير قطع في رأيكم هاي لازم شوية منطقة يعني ماكو داعي أنا أذكرها فقط منطقة يعني التقاء الأربعين ويا الصفيحة نعم؟ منطقة نعم؟ التقاء الأربعين ويا الصفيحة منا راح يبدأ الفشل الأربعين ويا الصفيحة زين ابتداءا احنا هنا هسه ما نعطيكم ستريس كونستريشن فاكتور يعني بابا لا تاخذوا بنظر الاعتبار يعني هسه هذا سمبل ديزاين بروبلم يعني هسه انت تقدر من تحل
تحلو تاخذ وياك الكيتي هسه، بس افرض احنا هنا ما نريد الكيتي زين ما نريده، فخلي نفترض خلي نحكي على يعني الاطوار المختلفه للفشل او النماذج المختلفه للفشل اللي احنا نتوقعها. وحده من عتها من نسحب منها ينقطع عندنا البرغي، صح؟ يصير بي قطع كسر. اي صحيح دكتور، لو موارده يعني مو يعني احنا دائما ناخذ انه بالتنشن نقول مثلا يصير انا عدت التنشن اساوي لي يلتيه، شنو معناه؟ يعني ينقطع. شلون انا بالتنسال الى ان تنقطع القطعه؟ هسه هذا واحد من المودات. الشيء الثاني بعد وين عندكم انتم فد مود اضافي؟ نهايه الذراع مالتي من يقطع بدايه الصفيحه. اي اي هو هذا كله قطع، لان انا هسه ما قلت لكم اكو كيتي. هو صحيح سواء القطع هنا يصير هنا يصير، المهم هو قطع بجسم البرغي راح يصير. هذا واحد بالشانك، هذا يسموه الشانك مو هيك زين. المود الثاني وين يصير؟ هسه ما يعني ما منطقيه مرات يجوز البليته هي تنثقب ويفلت من راس مالت البرغي يفلت يعني ينجذب كل اللي جوه، يعني شلون هسه هاي باع انتبهوا علي هي هذه هذا كله يفلت يعني يثقبها بهالطريقه ويفلت صح؟ نعم. زين هذه واحده من المودات. زين بعد شلون يصير؟ قد يكون هذه المنطقه تنخلق، الراس هو اللي ينخلق، يعني هذا مو نوع من انواع الشير. هسه الشير قد يكون بهالطريقه قص يصير بهذه البليته، هذا المحيط كله، هذا المحيط اللي منه كله ينقص من البليته، يعني هذا البدن ينقص هذا الجسم ينفذ منه، فهذا شير قوة قصية. هذه صح هي قوة قصية لو لا؟ لا استاذ هذا بير. ها هذا بير بيرينج ستريس. لا لا البيرينج شنو الفرق بين البيرينج والشير؟ منطقة الـ يعني تسليط القوة أو يصير؟ المساحة تتعرض. المساحة هذا إذا إحنا نحكي على البيرنج هذه المساحة اللي أنا أحكي عليها، التلامس يصير بهذه المساحة، بس إذا أحكي على الشير الشير يصير بهذه المساحة. ها شوفوا بابا البيرنج شنو معناه؟ أنا عندي البولت إلى هذه المساحة اللي راح تتلاق هذه المساحة اللي راح تدخل البليتة، صحيح؟ فهذه هي البيرنج أريا، لأنه هي يجب أن تكون مساحة متلامسة بين الجسمين. هذا للبيرنج. زين إذا كان للشير هذه الشير، إذا أنا دا أحكي على الصفيحة داير ما يدور، هذه ليش راح يصير؟ إذا أنا هنا عندي ثيكنس فش راح يصير؟ المحيط مال الدائرة في الثيكنس، يعني من أفتحها لهذه أفتحها يا هذه المساحة، فش يصير عندي؟ الباي في الدي في التي، هاي الأي للشير هاي بالبليت، أما إذا كان هذه المساحة اللي أقصدها يعني شنو؟ الجسم مالت البرغي هو راح يصير المساحة الداخلية اللي يصير بها الشير. يعني هذه اللي شو تصير؟
هذا اللي أنا قلت عليه 11 ملم رأس البرغي. صير الباي في الدي اللي هو هذا هنا 40. هنا الدي شقد 60 في 11 ملم. هنساوي الأي شير البولت. هسه بابا المطلوب من عندكم اللي ما فهم يقول لي يعني هاي ما واضحة عندي. يعني استاذ على جسم البولت راح يصير بس شير، وعلى جسم البولت راح يصير بيرنج وشير بنفس الوقت. ممتاز ممتاز. يعني انا ايش دا اقول؟ من الممكن ينفصل راس البرغي، فانت شلون دا تفصله؟ هذا مو شير قص، دا ينقص من الجسم ودا ينسحب لي برا قص. فهذه المساله هنا هذا هاي الاريا مالتها. او من الممكن قلنا لا، هو راس البرغي يقصها للبليتا وينزل، ينزل لك كانه واشر جوا، يقصها وينزل لي جوا، اللي هي هذا المود مالتها. لا في الامو هذا المود مالتها. وقلنا البيرنج من الممكن هذا التصميم مالته، البيرنج السطح مالت البرغي وين اللي لامس البليتا بالضغط، يعني يضغط عليها، فانه هيك مساحه الدائره فاضيه، يعني جسم البولت ينفذ لكن تبقى هي متمسكه بالسطح الداخلي للبرغي، السطح الاسفل للبرغي، راس البرغي. وقلنا اكو عندي مود اللي هو هذا المود اللي هو البي على اي قطع اعتيادي. يعني انا هسه من افكر بالمساله اقول انا عندي ثلاث انواع من الفشل، الاولى بالتنسال الاعتيادي بي على اي، والثانيه بالشير، والشير عندي باحتمالين. الاولى انه راس البرغي يقصها للبليتا وينزل، فهي اكو مساحه معينه لازم احسبها. والثاني راس البرغي بحد ذاته ينفصل عن البدن، يعني يصير بيشير وينفصل، هذا هم إلها يعني هاي المود يعني فيهم بالشير. الثالث هو البيرنج. هسه نجي نحل هالمسألة وانتم تقروها طبعا بالبيت. قلنا انا عندي برغي وهذه صفيحة، هذا 60 ملم، وهاي المنطقة 11 ملم، وهذه هنا 6 ملم. هاي طبعا هنا دي، هنا دي يساوي 40 ملم، وهنا عندي بي مطلوبة. والمفروض أنا عندي طبعاً منطينا اليلد ستريس أدنى منطينا 70، ومنطينا أيضاً البيرنج والتاو استاذ. بس بالنسبه للتاو يعني قصده التاو ماكس اللي يتحمله شو اسمه هذا يلد، يلد يعني منطينا هذا كله يلد، فهمتني؟ هاي كلها القيم هي اليلد مالتنا. نعم نعم. طبعا شوف بابا هسه هذه المساله، شوف هي نفسها لو الان هنا انا عندي مثلا هنا عندي قوه اخرى شو اسوي؟ هسه ردنا بيندينج استاذ. اي يعني مثلا من اجي احسب على اساس هذا اليلد لازم يدخل عندي بي، يعني اساوي البيندينج والتنشن، مو صحيح؟ نعم. يعني طلع كوفلنت وبعدين اجي اشتغل ويا البقيه.
اي هسه احنا بابا نجي نقسم المسألة شو نقول؟ نقول انا بالبداية ابتداء انا من ممكن يصير عندي شير مو صحيح؟ اول مود سوليوشن طبعا هسه ابتداء راح هذا التصميم يكون مبني على اساس الشير. فكيس اي شو نقول عليه هذا الكيس اي؟ نقول البولت هيد فروم بولت بودي. يعني هذا يا كيس هذا هسه انا اوضح لكم اياها هذه. يعني الشير يصير وين؟ على هذا، على هذا المحيط الداخلي. هذا الجسم يحاول ينفصل، رأس البرغي ده يحاول ينفصل عن الجسمات البرغي. هذا شو نقول عليها؟ إيش قد المساحة هسه؟ وين هالمساحة اللي يصير بها الشير؟ هذا راح يصير 40 دي والتي شو اسمه 11. يعني الشير بهاي المنطقة راح يصير، مو هنا أنا راح يصير عند الشير؟ نعم. يعني هسه المساحة مالته شو تساوي؟ باي 40 في 11. لا نقول التاو شو يساوي لي؟ بي على اي ويساوي البي هي مطلوبه والاي ايش قد مقدارها؟ هذا المحيط في هذا الارتفاع ال11 في الباي في الدي في هذا ال11 تي وتساوي البي على الباي في الأربعين في 11 طبعا وتساوي البي هذا يؤدي إلى أن هذه الاثنين وأربعين شلون هذه 62 لا هذه 440 يعني منها جد راح تطلع البي خمسة هسه هذا حسبنا القوة اللي يحدث بها الفشل لما ينفصل رأس البرغي عن الجسم جسمه. نجي على الشير الثاني هسه احنا قلنا هاي بيز الشير الثاني قلنا وين يحصل؟ يحصل بالبليتا مو صحيح؟ يعني هذه المساحة راح تصير بي دي راح تصير 60 والثيكنس راح تصير 6 ممتاز نقول شير من البليت هذه المساحة راح تصير هنا هذه هنا 60 فالاير ايش راح تصير طبعاً هم يعني نقول التاو يساوي بي على اي ويساوي البي على الباي في الدي في التي ويساوي البي ايش قد هسه هي مجهولة الباي الدي ايش قد 60 في 11 حصلت في 6 في 6 نعم نعم 6 منا من هذه المعادلة يعني التاو معلوم عندنا وهذه الأبعاد كلها فيظهر عندي أنه قيمة البيش قد تساوي 47.5 كيلو نيوتن هسه قلنا هذا تحليل
لإيجاد القوة على أساس القص. يعني وين أنا يصير عندي قص؟ يجوز يصير عندي الفشل بالقص، وأحسب مقدار القوة اللازمة لحدوث الفشل بالقص. هسه اثنين، هذا أول تحليل based on shear. هسه التحليل الثاني مبني على أساس التنسايل. فش راح يصير عندي السيجما تنشن شو يساوي البي على أي؟ مو هيك شيء؟ جد الأي دي سمول باي دي تربيع على 4. بس هي سمول طبعا على حشاتك هنا، أنا هسه المفروض أحسب وتساوي بي على باي في 4. هي 40 تربيع على 4، وأنا اللي يلد منطيني يا 70. هذا يؤدي لأن البي جد طلعت 87. المود الثالث اللي هو شنو هو؟ قلنا البيرنج. لو تلاحظون هسه الان مطين ثلاث مواصفات اساسيه: الشير ستريس، التنسايل، والبيرنج. الآلة اللي يصير فيها البيرنج وينها؟ يعني التلامس بين السطحين، بين راس البرغي والبليته، وين التلامس يصير؟ قوه تضغط على قوه، جسم يضغط على الجسم. راح يصير التي كبيره ناقص الدي صغيره. في تربيع في باي على 4. اي هو هاي، يعني هذا منها 60 وهذا منها 40. هاي هنا بيست الايش راح تصير؟ طبعا احنا نقول عليها، خلينا نكتبها ايضا. سيجما بيرنج شو يساوي؟ البي على اي، وتساوي البي على باي على 4 في الدي اوت تربيع ناقصا الدي ان تربيع. وجد هنا كاتبيها 112. هسه احنا كم مقدار للقوة حصلنا؟ قلنا البي تساوي 175 اذا نصمم على اساس البيرنج، والبي تساوي 87 اذا نريد نصمم على شنو؟ على اساس التنسايل. والبي اذا على اساس الشير تطلع لي قيمتين. اذا نفترض انه رأس البرغي هو اللي راح ينقص، جيت تطلع لي 58. واذا افترضنا انه البليتا راح تنقص، جيت يطلع لي 47. هسه اي قيمه انا راح اعتمدها؟ استاذ 47. ال 47 ليش؟ اصغر قوه. اي لان انا اذا اريد مثلا اذا اخليها 58 تكون الصفيحه ممزقه ويعني فشلت وراحت، مو هيك؟ يعني احنا دائما من ناخذ القوه بالتصاميم ناخذ اقل قوه، لانه اذا نتجاوزها صحيح باقي الاجسام تبقى، باقي الاجزاء تبقى يعني في حاله نجاح ما تفشلت، لكن اكو اجزاء تكسرت وراحت. فشلون هسه احنا نقول الصفيحه تتفلش بال 47 كيلو نيوتن؟ ما معقوله انا اتجاوزها والله اقول ان البرغي ما راح ينقطع. كلام صحيح؟ نعم استاذ. زين هسه منا لو تلاحظون اقل القوى وين موجوده؟ بالشير، بالبيندينج، بالبيرنج. وين اقل القوى موجوده؟ بالبيرنج. أقل القوة، لا القوة هذا هياته 175 البيرنج. بالشير دكتور. بالشير بابا. المود مالت الفشل بالشير هو الأكثر حدوثا بالأجزاء الميكانيكية.
يعني احنا ما شفنا في اليوم شفت انقطع ما شفنا، بس ايه بالقص بالقص او بالكراكي صحيح يصير عندنا. فهو المود الاكثر حدوثا بالفشل هو دائما الشير. هسه واضحه بابا هذه في كيس ستدي. ايش قلنا؟ قلنا لما يعني المودات للشير تكون مختلفه او المواصفات الميكانيكيه تكون مختلفه، مثلا نعطيك الشير هالقد نيلت هالقد، نعطيك مواصفات او التنبؤ بمودات الفشل. انت تعرف مثلا من تبع عجز ميكانيكي تقول من يعني انت تخلي في السيناريو ببالك تقول هذا من الممكن انه ينقطع او يصير القص بالبرغي او القص بالبليتي يعني وهكذا. هسه هذا شنو ما دخلنا طبعا احنا المفروض الان بالتصميم ندخل الستريس كونستريشن فاكتور. ليش؟ لان الجسم مالت البرغي بيتغير مفاجئ بالمقطع، يعني هو كان هالشكل بعدين صار هالشكل، فهذه المفروض نعطيك مواصفتها حتى من تحل اشتغلها تضربها بالكيتي. واضح؟ يعني هذا هسه تمود اجيت هسه هنا ايش قلنا مثلا؟ قلنا بي على اي هنا هذا بيزد اون تنسايل هسه. مو قلنا بي على اي؟ المضروب المفروض هنا اضربها بالكيتي. هسا عندنا فد مثال هذا الستيب شافت هذا مطلوب من عندنا. ايش نحسب؟ نحسب الماكسيمم، نحسب النومينال ستريس الماكسيمم نومينال ستريس، ونحسب الماكسيمم وركينج ستريس. ايش منطينا؟ منطينا التالي. فعند ستيب شافت معرض الى حنايه قوه مقدارها 10 كيلو نيوتن، ومنطينا مثلا الماكسيمم دياميتر او يعني نقول الراديوس ريشيو او الدياميتر ريشيو، نصف القطر الكبير او القطر الكبير على القطر الصغير، ومنطينا الفليت راديوس. والطول مال هذا الذراع اللي احنا مهتمين بدراسته طوله 100 ملم، والمفروض يطلب عندنا النومينال ستريس الماكسيمم نومينال ستريس. هو وين ده يصير الماكسيموم نومينال ستريس؟ هاي النقطة أبعد نقطة يعني. فسيجما نومينال شو يساوي؟ ام واي على اي. الام هو القوة في ذراعها يصير 10. هذا الموضوع أساسي بابا هنا هسه احنا جدا مهتمين به. توحيد الأبعاد أو الوحدات
بمعنى هسه اذا انا عندي قوه 10 كيلو نيوتن بالكيلو نيوتن مقاسه وقوه بالنيوتن لازم لو كل استخدمها بالكيلو نيوتن في لو كلها بالنيوتن. الدايمنشنز اذا كانت كلها بالمليمتر من الممكن اعتمادها، واذا كانت كلها بالمتر من الممكن اعتمادها، لكن ما يصير ميكسينج بيناتهم بالمساله بحد ذاتها. بعد لازم ننتبه جدا لانه اذا معطينا مثلا اليلد ستريس ايش معطينا يا الوحدات مالته كيلو نيوتن على مليمتر تربيع، لازم كل القوى اذا استخدمها مثل ما هو ما حوله لازم كل القوى خلوها بالكيلو نيوتن وكل الابعاد خليها بالمليمتر. يعني التوحيد بابا بهاي بالوحدات جدا مهم. هسه سيجما نومينال ايش راح يساوي؟ ام واي على اي ويساوي الام ايش قد؟ 10 في 100 في الواي ايش قد؟ هو هذا الدي على 2 دي سمول على 2 فجد يصير 23 على باي على 32 في الدي اس 4 أستاذ 64 أحسن. نعم نعم صحيح آي مو جاي صح 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 دي أس 4 والدي جد أس 4 معناها 46 أس 4 يصير سيجما نومينال يساوي قيمة تصير 208 الماكسيمم. شو أنا أحسبه؟ شو أنا أقدر أحسب الماكسيمم؟ أستاذ من ال شو اسمه؟ الكي يطلع دكتور. أها يعني نجي اللي جاي. هسه احنا يا كيس هذه شفت ندور وين هذا شفت ومعرض الى حناية. هذه الكيس هذه اول وحدة شفت وبيتنشن والثاني شفت وعلي تورشن والثالثة شفت اي هذه الثالثة. شو اللي نحتاجه؟ الار على الدي، يعني الار مالت الفلت على اصغر نصف قطر. جيد منطينا اياها يعني تصير 7.5 على 46. هذه المفروض انها تصير 7.5 وبعد شنو هنا نحتاج؟ نصف القطر الكبير على الصغير، هذا نقول عليها الريشو اللي هي 72 على 46. فهذه هنا تطلع لي 0.16 هذه. وهذه المفروض تصير عندي الـ هذه 1.56. فالـ 0.16 هنا تكون. والواحد بوينت ستة وخمسين مفروض هنا يصير هنا هذا 1.5 وهذا 3 فهو هنا يكون فمن نجي نمدها يعني أنا حاسبها طالعة تقريبا 1.55 from R على D يساوي 1 سيجما ماكسيمم يساوي الكي تي في سيجما نومينال
واضحة لو مو واضحة دكتور؟ بس سؤال لما صار زحمة واضح. الكي احنا نطلعها بشكل تقريبي من المخطط يعني مو الا 100%؟ لا اكزاكت. شو وقت يطلع اكزاكت وتحاسب عليه اكزاكت؟ اذا احنا منطقيه اكزاكت بمعنى شنو؟ من تجي هسه على هذه الارقام نشوف الكيرف هذا مثل لو احنا منطقيها مثلا تباوع عليها هسه هنا جزء بعد القيم مو هذا هذه مثلا لو منطقيها 0.15 والكيرف منو؟ الكيرف ابو 1.1 هاي نقطة واضحة جدا فهمتني. أما إذا كانت القيم هي بالأصل يعني ما موجودة على الكيرف مواقع على الكيرف لا هذه الساعة تمشي بالشكل تقريبي لكن تقريبي بالشكل المعقول يعني مو مثلا الواحد ونص سوى 1.6 1.7 يعني قصدي تعبر لك ديفيشن كامل لكن هو التقريب مقبول هنا تقريب مقبول أي تمام يعني أي لكن بالمنطق زين. هسه لو نفس المسألة نفس هذه المسألة اللي كانت أمامنا وصار هنا أيضا عندي مومنت بي يعني وصار هنا عندي تورك ومطلوب عندي النومينال ومطلوب عندي الماكسيمم شلون احلها دكتور؟ طالع الكي مال تورك والكي مال مومنت. زين هسه يعني هسه شوف السوليوشن مالتها ايش راح يصير. نحسب كي تي وكي بيندينج هيك راح اسميهن زي كلها كي تي بس انا هنا راح ارمز لها حتى نعرف هذا بيندينج وتورشن. خوش حكي كي تي وكي بي وراها ايش اسوي؟ احسب البيندينج ستريس نطلع النومينال مال بيندينج ستريس مال تورشن يعني احسب سيجما بيندينج اللي هو ام واي على اي نطلع تاو واحسب تاو اللي هو تي كم التورشن ار على جي وهيك قصدك ونرجع نضربها بالكي. ممتاز يعني ايش راح اقول؟ احسب بس نومينال عفول كي تي ادور نومينال النومينال ما ينضرب بالكي تي يعني الهندسي فقط يعني ما ياخذ بنظر الاعتبار ستريس كونسنتريشن. شلون هسه هاي الحاله الاولى احنا مو قلنا اريد الماكسيمم نومينال ستريس حسبت تطلع 208 ما ضربناه بالكي تي من راد الماكسيمم وركينج ستريس الحقيقي يعني او اللي نضربه بالكي تي. فهسه احنا هم نفس المساله اريد مره نحسب نومينال ومره نحسب الوركينج. هسه شلون اطلع لك كوفلنت ستريس؟ هسه هنا رايد عندنا الماكسيمم نومينال ستريس شلون اطلعه؟ principal stresses. شوف احنا من تتراكب عندنا صحيح حكايتك انا ما ادري ايش المختار لو احمد شوفوا احنا من تتراكب عندنا الاحمال وانواع القوى المختلفه احنا ما عندنا منفذ غير انه نلجا للprincipal stresses وبعدين نروح نستخدمها لوفل فون مايسس لو نستخدمها بالتراسك لو نستخدمها بالماكسيمم principal stress theory مو صحيح؟ فاذا ايش راح اقول؟ سيجما واحد هاي نومينال طبعا سيجما واحد واحد وثلاثة صح واحد وثلاثة يستاد لنا كتورك زين ايش راح يقول يكون العفو سيجما بيندينج صحيح الحكي هذا اللي هو سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 زائد ناقص سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 الكل تربيع زائد تاو تربيع صحيح بس انا ما عندي سيجما واي والسيجما اكس هو بيندينج تمام استاذ زين بعد شلون اقدر اطلع؟ شوفوا بابا احنا من نريد نشتغل نطلع الكوفلنج ستريس هي نفس نظريات الفشل بس مو نساويها لليلد وانما انا ايش اقول؟ اقول سيجما كوفلنت
احنا ايش قلنا بابا؟ اغلب المعادن على شنو نصممها بنظريات الفشل بالنسبه ان هنا في ما يخص الديزاين اذا كان الدكتايل ماتيريال؟ لو فومايسيز لو تريسكا. واحنا دائما دائما خاصه اذا اكو تورك تريسكا نصمم. يعني شنو نقول؟ نقول التاو ماكزيمم او نومينال شو تسموها هسه هو الاكوفالنت يعني يساوي سيجما واحد ناقص سيجما ثلاثة على المفروض يساوي سيجما بيندينج على 2 ناقصا سيجما بيندينج على 2 زائد الجذر زائد نفس الجذر هذا يختصر الاثنين تختصر نعم والاثنين تختصر مع الزيادة مع الجذرين إذا تطلعها من الجذر مو تختصر إيه 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 هسه خلينا نبسطها بداية وبعدين نختصرها إذا نسحب الاثنين عامل مشترك فش راح يصير عندي لي برا؟ يصير اثنين على اثنين تحت الجذر سيجما بيندينج تربيع زائد أربعة تاو تربيع مو هيك شيء؟ صحيح اي فأنا عندي السيجما بيندينج ايش قد مقداره؟ اللي هو ام واي على اي وعندنا التاو أيضا ايش قد مقداره؟ اللي هو 16 تورك على باي دي تكعيب اجي اعوضهم مباشره اقدر اعرف التاو نومينال واذا كان من عندي هو مطالب الشير ما طالب الماكس يعني النومينال ستريس العادي فهي مو تاو التاو شو تساوي سيجما ييلد على 2 هاي اذا كان من بيور تنشن واحنا اذا ما نقولكم هو بيور تنشن من التاو يساوي سيجما ييلد على 2 فهي تختصر هسه عندنا إذن السيجما إكوفالنت شو تساوي لي؟ اثنين يعني الآن لو أنا هذه الكيس موجودة عندي وطالب من عندي النومينال ستريس وإذا ما قايل على أي نظرية أنا دي أشتغل الشغل على من على الماكزيمم شيرز الماكزيمم شير ستريس ثيوري اللي هي تريسكا وتريسكا إذا ما يذكر البيور تنشن لو بيور أخذها شنو أخذها بيور تنشن يعني التاو يساوي لي سيجما يلد على 2 صدها ما أخذها بيور تورشن على 2 لا بيور تنشن هذه يتساوي لذا بيور تورشن بعدها بيور تورشن يعني هيك راح يفتر هذا هو التاو هذا سيجما يلد يتساون هذا نصف قطر وهذا نصف قطر اذا بيور تنشن هيك راح يصير هذا السيجما يلد وهذا نصف قطر يعني القطر هو السيجما يلد والتاو هو دائما باقي نصف القطر فالتاو يساوي او يعني 0.5 من السيجما يلد ها مصطفى واضح حلو سو بس بالقانون قصدي يعني ليش مقسم على اثنين ليش انا ايش قلت انا هسه التاو نصف يعني اليلد ضعف هسه شلون هذه هنا دا اقول باع اليلد ضعف التاو او التاو نصف اليلد نعم هسه هنا مو انا عندي التاو تساوي 0.5 من السيجما يلد هنا هاي الكيس
شنو خاف انا ما اكو فد شيء انا كتبته ميسنج يعني ما منتبه عليه؟ شنو مصطفى وين الميسنج؟ استاذ خاف قصده على السيجما 1 ناقص سيجما 3 على 2. لا هي هاي ستاندر ما لها علاقه، هذا قانون عام. بس انت ظلت هاي التاو شلون تجيب قيمتها؟ مساويه لليلد لو نصف اليلد مو هيك؟ نعم. مصطفى مسائل اجرائيه شوي اقراها بالبيت، اكو فد ميسنج قول لي علي طلعت تمام مشيها زين تمام دكتور. اي انتبه شوي ما يعني هو اصلا باب شوف هسه هذه المحاضره يعني انا ما افضل انطيها لكم مسبقا. ليش ما افضل انطيها لكم مسبقا؟ يعني ما يجوز اذا اسال فد سؤال والورقه قدامك يعني ما يثير حفيتك السؤال، انت باوع تشوف شنو السوليوشن مو صحيح. بس اذا اسال وين ما تجوز تفكر انتبه على زميلك ايش دا يقول، فاحنا من تكمل المحاضره اسويها ابلودنج. فقصدي هسه بابا اذا انا رايد من عندك الكوفلنت ستريس تروح تحسب لي برنسبل ستريسز وتطبقها بالتريسكا وتطلع لهذا الاكوفلنت مالتنا. زين اذا ام رايد الماكسيمم استاذ قبل لا نعوض بال شو اسمه القانون مال برنسبل ستريسز نضربها بالكي المهم السيجما بين يعني مباشره عفوا يعني هنا ايضا هنا تقدر تكتبها بقى علي هنا يصير كي بي. طبعا هذا يدخل بالتربيع هذا بالمناسبه تكونوا حذرين يعني اذا كان سيجما بيندنج تربيع ترى اذا تريد الماكسيمم السيجما بيندنج مضروب بالكي بي هو كله تربيع. نعم اي يعني منها تجيبها. يعني منها ماكو من تحسب هذولي هذا ضربه في الكي بي وهذا ضربه في الكي تي حتى هنا يدخلون هم والتربيع مالتهم. واضحة لو ما واضحة؟ اي نعم صح. زين انتبهوا هسه اللي جاي اللي وينها هسه مثل هذه هيك مسألة. أنا ش عندي صفيحة لو تلاحظون الآن الأحماض كلها اللي موجودة عليها هو يعني بس تنسايل، لكن هي صاير بها الأول الصفيحة تكون أبعادها يعني الوث مالتها 40 بعدين تجي تصير 100 وتستمر بعد ذلك يصير بها سنترال هول يرجع يختفي السنترال هول تبقى 100 وتستمر بعدين يصير بها الاند هولز ماكو طرفية من الطرفين وبعدين تستقر. فهاني هسه اذا اريد احسب الثكنس الملائم لهذه القطعه اقول هذه القطعه ايش قد ثكنس انا اخي يعني الامر الثكنس متروك لك قول لنا ايش قد اقل ثكنس انت تقدر تخليه بهذه القطعه بحيث ما يصير عندي فشل. شلون نشتغل؟ استاذ نجرب الاثنين نشتغل بهذا المقطع على الاطراف اي بقى نشتغل بهذا المقطع. هنا انا عندي كي تي واشتغل بهذا المقطع لان هنا همين عندي كي تي واشتغل بهذا المقطع لان هنا عندي كي تي. فش احسب؟ احسب هنا البي على اي ايش قد يعني هنا الستريس ايش يساوي مو يساوي بي على اي اخذ هذه الاي واضربها في الكي تي مالتها طبعا هو هنا يلد ستريس منطينيه 400 هذا ساوي لي 400. تلاحظ هو الاي هسه مجهوله يعني البي معطى والكي تي من الجدول تاخذه واليلد ستريس منطيه لك 400 فبقت بس الاي. الاي كدايمنشن الوث موجود ضل بس الثكنس. خل احله بابا احله احسن كيف استنى نقولها لغير مكان
هذه المسألة حتى أعرف الثكنس للبليتة اللي ما يصير بيها فشل لازم أقسم المسألة إلى ثلاثة أجزاء، يما السكشن الأول يما السكشن الثاني والثالث. طبعا ابتداء لازم نطلع الكيتي، هسه منين أطلع الكيتي؟ للمقطع الأول عندي R على W 10 على 40 R على W 0.25 أجعليها يا هاي بليتة في حالة تنشن وانها هذه ايش عندي انا ار على دي وعندي الدايمنشن ريشيو دي على دي، خلي اشوف ايش قد الدايمنشن ريشيو موجودة 100 على 40 دي على دي يساوي جيد 2.5. اذا الكي تي جيد يساوي، هسه راح نحسبه. للجزء الثاني ايش قد عندي الار على، شوفوها ايش مطلوب من عنده بالجزء الثاني، صفيحة بها سنترال هول هذه مفروض عندي الدي على الدبليو وعندي الثكنس لا استاذ مو هاي 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 مومنت وينها هذه؟ نعم نعم اي احسنت، لا همو هذه وينها بها سنترال هول هذه فعندي الدي على الدبليو معناها ايش قد القطر مالت الدائره على العرض مالت الصفيحه، فتصير 15 على 100 هنا الكي تي راح يساوي هالقد. المقطع الثالث شنو المطلوب من عندي اللي هو هذا ايضا الار على الدبليو الار على الدي العفو الار 20 وهذه 100 اذا نقول الار على الدي شو تساوي 0.2 مطلوب من عندي ايضا الدبليو على الدي ايش قد المتبقي من الثكنس تبوا علي هي هذه كلها 100 بعد الدبليو على الدي ايش قد هي هذه العرض مالتها كلها 100 من ناش يد عندك 20 ومنها 20 تروح إذن هذه المنطقة 60 100 على 60 تطلع تقريبا 1.7 1.7 تقريبا تقريبا طبعا هسه بابا انا شنو اللي حسبته؟ حسبت الكي تي للمناطق الثلاثه بس طلع عندنا الكي تي للجزء الاول 0.25 و2.5 هنا صاير عندنا هذا 0.25 وال2.5 هنا صاير هذا 1.5 وهذه 3 هنا نقول علي واحد فونت 8 تقريبا 2 مو هيك هنا الكي تي هنا عندي الأرقام 0.15 هنا بالمنتصف تماما يعني الكيتي تقريبا هنا يصير 2.5 2.55 2.57
والكي تي بالطرف 0.2 و 1.7. بوينت اثنين هي آتها والواحد بوينت سبعة هنا صاير، هذا واحد ونص وهذه ثلاثة هنا صاير، قيمة قريبة جدا على الكير. أنا حاسبها اثنين، شو منين كتبتها اثنين لعد؟ استاذ انت يمكن أخذت الأولى من غير سعر. الأول إيمان هيركز. نعم نعم نعم. إذن هاي راح تطلع اثنين تقريبا، هاي راح تطلع اثنين. هذه تقريبا اثنين. تقريبا اثنين، بس الأولى لازم أعيدها. 0.25 واثنين ونص الأولى. شلون بابا؟ سكشن لوورد هو مطلع لك 0.2 و1.7. تحكي على السكشن الأول؟ لا في السكشن، سكشن ثلاثة. اي اوكي تمام تمام دكتور. السكشن الاول 0.25 و2.5 وهي صفيحه في حاله شد، 0.25 و2.5. اي تمام دكتور. انا على السكشن هذا باخذ السكشن الاربع هذه، اي هذه هذه المفروض احنا بابا ناخذ هاي 0.25. وش قد قلنا البعد الثاني شد؟ اصلا 2. زين زين 2.5 هاي 2.5. شوف هسه هنا انا ما عندي 1.5 صح، ما عندي 1.5، فهذه السنه من يعني ما موجود 1.5 شويه راح يصير. عموما ناخذ نفس الترند، بمعنى هيك لازم يصير الابتعاد. انا عندي فاذا هاي 2 هذه 1.9 يعني نقول 1.9 هسه بعد ما عرفت الكي تي بكل سكشن المفروض وراها ابدا بالتصميم. ايش راح نقول؟ راح اصمم على هذا الجزء الاول. ايش اشوف بيه؟ اقول الستريس اللي هو اليد ستريس مقداره 400. هنا اكو واحد يقدر يقول لي شلون اوحد القياسات مالتي؟ هاي ال 400 جد مقدارها شنو؟ هاي 400 ميجا باسكال. يعني شنو ميجا باسكال؟ في 10 الى 6. اي وشنو وحداتها؟ نيوتن على على متر تربيع. تربيع زين. والابعاد اللي موجوده عندي في المليمتر، يعني هاي متر هم حولها دكتور. اي هو شنو اللي احولها؟ تدرون شنو اللي احولها؟ يفضل انه هذا احوله الستريس، احسبه شيلها لهذه الميجا والعشرة الستة، شو يصير؟ نيوتن على مليمتر تربيع، لان المتر اضربه في الف وعندي تربيع، شو يصير؟ عشرة سالب ستة، فهو عندي عشرة الستة يجب علي. صحيح يا دكتور صحيح. هسه هذا مو كان في 10 و 6 نيوتن على متر تربيع، انا المتر راح احوله للمليمتر، شو يصير؟ الف وتربيع، هاي صار شنو؟ مليمتر. فايش راح يصير؟ سيجما يلد يساوي 400 10 أو 6 على 10 أو 6 نيوتن على مليمتر تربيع وتساوي 400. واضحة؟
اي نعم استاذ. زين نجي على اول سكشن، ايش راح نقول علي؟ جد قيمة طبعا ابتداء نساوي ل 400، نقول 400 تساوي جد قيمة الستريس بي على اي، ايش جد قيمة البي؟ 200. لاي ايش جد؟ هذا ثيكنس وهاي هنا 40، هاي البعد مالتنا، وهو هاي الاريا تعرضه للشد 40 في تي، بس 40 تي، وبعد لازم اضربها في شنو؟ في الكي تي مالتها. هذا يؤدي الى ان التي شو تساوي؟ 40، 400 في 40 على 1.9 في 200. طبعا هسمنا المفروض احنا نحسبها، اذا واحد يقدر يحسبها خلي يحسبها. استاذ لازم مقلوب المعادله، يمكن 400 في 40 بالمقام صح السير. صح صح مقلوبه. إذا هسه تيش راح تساوي 200 على 400 0.5 على 40 80، وعندهاكم مكتوبة بابا، أنتم حلوها 200 على 400 0.5 على 40 هذا راح تطلع عندنا بالمليمتر. إذا نجي على السكشن الثاني ايضا نفس اليلد ستريس راح استخدمه، هسه هاي سكشن 1 هذا دكتور 23 بالالف. زين 23 بالالف هذا هو. اي نعم استاذ. زين الجزء الثاني شو راح يصير عندي؟ هم اليلد ستريس ايش قد مقداره؟ يبقى 400. شو تساوي؟ البي اللي هي مقدارها 200 نيوتن على الاي، الاي ايش قد؟ 100 ناقص الار في التي. ال 100 ناقص 2 ار مو يعني المية ناقص 30 راح يصير، لأن أنا هذا الآر منها اللي جاي نصف المسافة وهذا هنا عندي صح؟ اي صح لك. اي يعني هاي هيك راح يصير، هذه فجوة من أجي أخذ الكروس سكشنال أريا هيك راح يصير، فراح يصير 100 ناقص 30 70، فيصير 70 تي. في جد الكي تي مالتها 2.57. شوفوا هالتي جد راح تطلع، ثمنتاعش بالألف دكتور، 18. زين الكيس الثالثة راح ناخذها بهذا السكشن، ونفس الحالة حمين راح نطرح منها 20 ومنها 20 راح يصير 40 100 ناقص 40 60 تي، والكي تي اللي نستخدمها 2، وهم راح نستخدم نطلع الثيكنس. الثيكنس من اللي راح نختاره؟ ده هو انا عندي 4 او 5 او 6 قيم، اكبر ثيكنس اعلى ثيكنس. نعم، واذا انا بدي احسب قوه المفروض اخذ اقل قوه، اقل قوه. نعم. الدرس لهذا اليوم انتهى، خلينا نشوف حضوركم ايش قد حاضرين. لا كم واحد حاضر؟ عم بابا عددكم قليل، ايش عجب هيك شيء؟ ستاعش طالب حاضرين، ستاعش. الدرس لهذا اليوم انتهى، انا راح اعطيكم سبلمنتري بروبلمز، فد مسائل محلولة همين راح أنزلها، ونزل المحاضرة بالأصل وواجب
ونكمل محاضرتنا إن شاء الله الأسبوع المقبل. أحد عنده فد سؤال، استفسار، طلب، توضيح؟ دكتور المحاضرة راح تنزلها مسجل لو مو مسجل باب ليش ننزل هي هاي لايف دا نحكي وكأنه بالصفة إحنا ما ننزل فد شيء مسجل. شنو الغاية مسجل؟ هل منو سألني هسه؟ أنا دكتور. انت لازم تقول لي اسمك وانا لازم اطلع هذه حتى اعرف انت يحكي. متصل ايش حاجه الباب مسجل مو عارف دكتور بس يعني اغلب